بطاقة حمراء وخسارة مؤلمة، أمل اتحاد جدة في نهائي آسيا تتبخر، والسد القطري يحمل لواء العرب. هزازي يخص العربية، هذه تفاصيل البطاقة الحمراء، وعراقي مع القائد نور. قرارات اللبناني حدات تثير جدلا، وحكم دولي يقيم أداءه. في المرمى طابت أوقاتكم، السلام عليكم. تبخرت أمل اتحاد جدة السعودي في بلوغ المباراة النهائية في دوري الأبطال الآسيوي بعد خسارته الأربعاء أمام جونبوك الكوري بهدف لهدفين. الفريق الكوري كان قد فاز ذهابا أيضا في جدة ب3-2، وتبقى الكرة السعودية بذلك بعيدة عن نهائي آسيا للأندية البطلة منذ العام 2009. في الجهة الأخرى، تأهل السد القطري لنهائي مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ذلك رغم خسارته أمام سون سامسونج الكوري الجنوبي في إياب نصف النهائي بهدف دون مقابل سجله أو جانغ أيون في الدقيقة 8. يذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز السد هناك في كوريا بهدفين لا رد لهما. في مباراة اتحاد جدة وجونبوك الكوري، بطاقة حمراء مطلع المباراة غيرت المجرى تماما. اللون الأحمر دائما ما يأتي حزينا على من يكتسي به في كرة القدم، هذه أشهر 10 بطاقات حمراء في تاريخ الكرة السعودية. عبدالله الدرويش. تعود بنا الذاكرة بعد حالة الطرد المؤثرة التي تعرض لها المهاجم الشاب نايف هزازي في إياب أبطال آسيا أمام جونبوك الكوري لاستذكار أشهر وأكثر البطاقات الحمراء تأثيراً في الكرة السعودية. لن ينسى الاتحاديون بعد هذا اليوم حالة الطرد التي تعرض لها نايف هزازي في الربع الأول من عمر المباراة، وأسباب عدم النسيان كثيرة، لكن ما تلا الحالة من اشتباك مع قائد الفريق محمد نور أهمها. ذاكرة الهلاليين لن تزيل البطاقة التي تحصل عليها لاعبهم السابق خالد عزيز في آخر لقاءات الدوري عام 2009 أمام الاتحاد، وشهرة هذه البطاقة تنبع من الأقاويل والشائعات والاتهامات التي طالت اللاعب. ياسر القحطاني والبطاقة الحمراء التي نالها اللاعب أمام أهل دبي في دوري أبطال آسيا، شهرة البطاقة من شهرة اللاعب ووقت شهد تراجعا في أدائه، إضافة إلى حمراء نالها محليا بعدها بأسبوع أمام الشباب في ذهاب كأس الأبطال. لأنها أول حمراء تشهر في وجه لاعب سعودي في منافسات كأس العالم، تعد البطاقة التي تحصل عليها الدولي السابق محمد الخليوي أمام فرنسا إحدى أشهر البطاقات وأكثرها تأثيرا في الكرة السعودية. نايف هزازي أمام كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2010، بطاقة حمراء أثرت على نتيجة اللقاء، وأطلق بعدها الرئيس السابق للاتحاد السعودي تصريحه الشهير الذي شرخ العلاقة بين السعودية والاتحاد الآسيوي طويلا. في نهائي كأس ولي العهد عام 99 في الدمام السعودية بين الهلال والشباب، سامي الجابر يطرد من المباراة، شهرة هذه الحالة من شهرة اللاعب وما تبعها من عقوبة إيقاف لمباراتين بحق الجابر. الدولي محمد نور يطرد أمام البحرين في خليج 17 في قطر، طرد ثاني في البطولة، اللاعب يشطب بعدها ويدخل في نفق مظلم مع الأخضر السعودي، أثاره لا تزال قائمة حتى الآن. النهائي الرابع على التوالي الذي تصله السعودية آسيوياً أمام الإمارات على أرض أبوظبي، حسين عبد الغني يتحصل على أحمر، شهرته من شهرة المناسبة. شهرة هذه البطاقة من شهرة اللاعب، يوسف الثنيان يطرد أمام المنتخب السوري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 90، اللاعب تعرض لعقوبة من الاتحاد الآسيوي بعدها.
هي أول وآخر بطاقة حمراء نال عليها طوال مسيرته الرياضية ماجد عبد الله، كانت وما زالت حالة طرده أمام الإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 90 من الحالات التي لا تفارق أذهان الرياضيين. عبد الله الدرويش، العربية. هذه إذن أشهر 10 بطاقات حمراء في تاريخ الكرة السعودية. اليوم انضمت إليها بطاقة نايف هزازي، حظا أوفر لهزازي وللاتحاد. نقول أشهر بطاقات لشهرة لاعبها ولشهرة الحدث وأحيانا لتأثيرها على المباريات، وبعض البطاقات لم تكن مؤثرة لكن لشهرة اللاعبين الذين حصلوا عليها لظروف الطيران وانتقال الفريق الاتحادي إلى سول مباشرة ومن ثم إلى الصين ومنها إلى جدة ما منعنا من استضافته مباشرة. أجريت اتصالا هاتفيا باللاعب المعني النجم نايف هزازي عن حادثة اليوم. سألته أولا، تطرد في مطلع المباراة نصف نهائي، يعني لابد أن هناك سببا كبيرا، ماذا حدث يا نايف؟ فأجاب. أول شيء الحمد لله على كل حال، أقدم اعتذاري بصراحة للجمهور الغالي، جمهور الاتحاد، وبصراحة للوطن. أنا ما كنت أتمنى أنا صراحة أنه يكون فيها طرد، يمكن هذا أكثر شيء صدمني صراحة، لكن يمكن القرار يعني كان جدا خاطئ صراحة. أنا ما كنت أتوقع إنه ممكن أنا أتردي. أنا تعرضت لضرب، تعرضت لضرب مرتين قبل الحالة أصلا. في نفس الوقت اللاعب لما جيت أتخاطب معه، أنا تكلمت معه إنه نتكلم عادي، فجأة هو اللي ضرب وهو اللي رمى نفسه على الأرض، وأنا تكلمت مع الحكم قلت له أعطينا حقي، بس الحكم للأسف يعني هو اللي أعطاني أنا الأحمر وأعطاه هو أصفر. أنا أستغرب، يعني أقل شيء أنت لو تبي تعطيني أنا أحمر أعطيه هو أحمر، يعني بحكم أنك شفت الحالة وشفت الضرب، أو تعطيني أصفر أو تعطيني أنا أصفر، لكن أن أنت تتجرأ تعطيني الكرت أحمر. لكن بصراحة أنا أشوف أنه أصلا مباراة مصيرية زي هذه بصراحة، يعني أخوي بتال، أنه ما يكون فيها متواجد حكم لبناني، لانه اللي المفروض يكون متواجد. انت عندك حكام من افضل الحكام صراحه عالميين، يعني مؤثرين، حتى عندك الحكم الاوزبكي، عندك الحكم الاسترالي، عندك الحكم الياباني، لكن ايش نقول غير الحمد لله على كل حال. ممكن شيء ما كنت اتمناه، لكن القرار ظالم جدا صراحه، ظالم وقاسي في نفس الوقت. نعم، حتى وإن يعني سلمنا بأن اللاعب الكوري ضرب نايف هزازي أولا، لكني أيضا سألت نايف لماذا استجبت لاستفزازات اللاعب الكوري، لماذا؟ أنا يمكن أخوي بتال رد فعلي يعني ما كانت إن أنا أستجيب للاعب أو شيء. أنا ما كان اللاعب هو لما جاء ضربني مرتين، أنا جيت أتكلم معه على أساس إنه بقول له هذه يعني هذه كرة قدم ما هي مصارعة. أنا وأنا أتكلم معه أتخاطب معه هو ضرب دق راسه في راسي فجأة طاح، يعني أنا بقول إن أقول الحكم إني أتكلم معه عادي، فجأة يعني صدمت بالكرت الأحمر. أنا ما كان قصدي إن أنا أرد عليه ولا إن أنا كانت ردة فعلي. أنا في مباراة زي هذه طبعا حتكون أعصابي جدا يعني باردة، وأكيد إن حنزل مركز في المباراة، لكن الحمد لله إن شاء الله خيرة في النهاية، ما أقدر أقول غير كذا. أيضا سألت نايف بأني لاحظت أنك والحكم تحدثتم كثيرا بعد قرار البطاقة الحمراء، سألته ماذا كان يقول لك الحكم وماذا قلت له؟ أقول المفروض أنت تعطيني حقي، أقول له أنت المفروض تعطيني حقي مو تعطيني أحمر. يعني حتى لما جو اللاعبين يتكلموا معايا في الملعب بيقولوا لي إحنا شايفين إنه ما فيها أي شيء، يعني هو اللي ضرك هو اللي ضربك، لكن خلاص هذه مكتوبة لك وإن شاء الله خيرة. فما أدري إيش أقول يعني ما أقدر أتدخل في أمور ثانية، لكن هذا قرار جدا ظالم. يعني صراحة أنا أقول لك أنت لما تجي أقولها لك مرة ثانية، تيجي تحط لنا يعني صراحة مباراة مصيرية زي هذه محتاجينها، وتكون سيمي فاينل تأهلك للنهائي نهائي آسيا، تيجي تحط حكم بصراحة لبناني، مو يعني تقليل للحكام اللبنانيين لا، بس إنه في حكام أفضل بكثير. أيضا قلت لكابتن هزازي أنه حدث عراك واضح على التلفزيون بينك وبين الكابتن محمد نور قائد الفريق، قلت له اشرح لنا ماذا حدث بالضبط، لماذا هذا العراك؟ لا لا أخوي بتال، شوف نحن دائما الناس اللي بتقول إن إحنا صار بيننا شد أو شيء، دائما كل ما نخسر
يبي يتدخلوا فينا الناس انه بيننا احنا اللعيبه ويدخلوا بيننا مشكله. ترى هذه امور طبيعيه يعني عاديه. يعني لما النور جاء يتكلم معي انا كنت رايح للحكم، نور مسكني بقوه على اساس انه بيهدي من الوضع، انه طبيعي هذا دائما شيء بيصير. اللاعب لما يكون في يعني في حماسه او اي شيء ويتعرض لموقف يكون مصدوم منه، ضروري انت تكون قريب منه وتمسكه باي طريقه لين يهدى الوضع. فنور كل اللي كان من نور انه هو يعني يمسكني بقوه، فانا كنت رايح للحكم يمكن دفعت نور لا شعوريا، انا ما ادري عنها اصلا، انا لسه دحين انت بتقول لي عليها، يعني يمكن طلع موضوع لا شعوريا ان انا اوخر نور واروح اتوجه للحكم اتكلم معه انه اشوف ايش ليش يعني اعطاني الاحمر، عرفت؟ بس انه بيني انا ونور شيء لا طبعا مستحيل. نور كابتن، وغير انه كابتن نور اخ عزيز علي وقرابتي من نور اكبر من اي موضوع ان انا ارفع يدي عليه. نور انا مستحيل ارفع صوتي عليه، فما بالك ان انا ارفع يدي عليه يعني اي لاعب من الفريق بصراحه. فاستغرب من الامور هذه. اتمنى من الناس انه اللي بتقول الموضوع ده انه ما تاخذ الموضوع بالطريقه هذه. جميل جميل. كنت ختمت مع نايف هذه المكالمة المسجلة، سألته أن أيضا هناك من يحملك مسؤولية الخسارة وأن الفريق أصبح في موقف صعب جدا بعد الكرت الأحمر، وطلبت منه التعليق فقال يعني أنا لما الناس بتقول أن أنا كنت سبب في خسارة اليوم، طيب لما جينا في الذهاب وجاءت الجولين من نايف الزازي قالوا نايف سبب فرحة الناس، الحين يقولوا الناس نايف هو السبب في خسارة؟ لا يعني أنا ما أشوف أن هذا موضوع، يعني حتى الناس اللي فاهمة والناس اللي واعية ما تنظر النظرة هذه صراحة. لو جت على المسؤولية، أنا حتى لما تكلمت مع العيال تكلمت مع الشباب صراحة قلت لهم يعني أنا أعتذر وأنا أتحمل هذه المسؤولية، قالوا لي مرة ما لك حق أن أنت تعتذر معنا، نحن أخوان في النهاية، وزي ما أنت في الذهاب قدرت يعني الحمد لله تسجل وتوصلنا لمباراة الإياب، ونحن كان عندنا طموح أكبر أن نحن يعني نفوز في المباراة، فطبيعي اليوم اللي صار لك هذا طبيعي. انا حتى الكرت الاحمر ما كنت استحقه، لكن الحمد لله المسؤوليه كلنا نتحملها. انا ممكن انا اقول لك عن نفسي انا اتحمل المسؤوليه، لو الناس حملتني المسؤوليه ممكن الكرت الاحمر يكون منعطف ما حد كان يتمناه، يعني منعطف هو للمباراه منعطف جدا سيء، لكن شفت الفريق قدم الشوط الثاني، لكن الحمد لله الله ما وفق. نقول الحمد لله على كل حال. انا عن نفسي اقول لك انا ما القرار اللي اتخذ ضدي جدا قرار قاسي وجدا ظالم صراحه. ختمت مع نايف اخيرا بانه قبل الطرد هل كان الاتحاد فعلا حاضرا فنيا ولا الطرد اجهض هذا الحضور؟ يعني هم اليوم والله ما قصروا الشباب. كنا نتمنى يعني كان بالامكان افضل مما كان، يعني كنا نتمنى لكن ما هي مكتوبه لنا بصراحه. يعني حتى احنا من جده يمكن الفريق ما قدم، كنا نتمنى اليوم نقدم يعني نظهر بمستوى لائق لنادي الاتحاد. الحمد لله على كل حال ما قصر الشباب، لكن هذه نهايه هذه كره القدم في النهايه، لازم فيها فائز فيها خسران، ما كنا نتمنى نخسر لكن الحمد لله على كل حال. شكرا لنايف هزازي على ما خص به العربية، حظا أوفر لنايف. كرت أحمر فعلا أجهض الحضور الاتحادي أو ربما يعني ساهم في تقليل هذا الحضور. هارد لك لنايف على المستوى الشخصي، الاتحاد أيضا على مستوى إدارته وأجهزته الفنية والإدارية واللاعبين. أتحول بكل ما مضى إلى جدة مقر عرين النمور الدائم، ويلتحق بنا من هناك سيد عدنان جستنية الكاتب الصحفي، أيضا هو عضو شرف اتحادي وكان قد دخل سباق الترشح لرئاسته مطلع هذا الموسم. أهلا بك أولا، أريد أن أسألك عن تعليقك أولا قبل أن ندخل في تفاصيل البطاقة الحمراء على ما سمعته من نايف هزازي، كيف تعلق؟ هو المسي بالخير بتال والأخوة المشاهدين. بالنسبة للكلام اللي قاله أنا أعتقد أنه كان في توضيح لما ما قدرنا نشوفه نحن، يعني كانت هنا في مؤامرة تحكيمية أيضا مؤامرة فضائية تلفزيونية، وكأنها يعني تعطي انطباع أنه شيء مدبر. أنا بالنسبة لي أنا في رأيي أن هي مؤامرة تحكيمية، ترى وأنا كتبت عن هذا الكلام من شهر رجب ومن بعد ما سارت القرعة قلت لا تفرحوا يا اتحاديين وخذوا بالكم من التحكيم في الثلاث المباريات الأخيرة، وعندي هذا الكلام موجود عندي في مقالة نشرت. نعم مؤامرة لصالح من؟ مؤامرة لصالح من؟ إذا يعني سلمنا معك بأنها تستهدف الاتحاد لصالح من إذا؟ يعني أنا
لصالح انه الاتحاد لا يكون النهائي في 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 جده. من المستفيد؟ وعاد تقيسها بزمه. لا ما هو قيسها، يعني انت تلقي الان تهم وضحها لنا. لا لا ما هي واضحه. طيب انا ما فهمت، انا معلش اعذر قدراتي، انا ما فهمت، وضحها لي. طيب اخوي بتال، حينما تختار حكم عربي في البحريني في المباراه الاولى، نعم المباراه الاولى ابغاكم تشوفوا الدقيقه الاولى للمباراه، احتسب كورنر في الاصل ضربه مرمى، هذا في الدقيقه الاولى غير مجرى المباراه، بعدين شوف الاحداث اللي بعدها اثرت على الفريق ومعنوياته، اضافه ان جينا الشوط الثاني ما حبينا نحن نتكلم يمكن بالنسبه كاعلام نعم. على التحكيم حرصا على انه اللعيبه لا يتاثروا ويعطوها عذر لهم في المباراه القادمه. جميل. ثاني مره تختار حكم عربي لبناني في انه هو يحكم المباراه، وفي العشر دقائق الاولى ضربه جزاء لا ولا لها، مو ضربه جزاء بالنسبه لحاله طرد لا يمكن احتسابها، لانه الاصل المفروض اللي ياخذ اللاعب الكوري، يعني اول شيء اعترضوا، ثاني حاجه ضربوا كوع، ثالث حاجة اللي هو وضحه الكابتن نايف بأنه هو جاء بيتفاهم معاه، وفي نفس الوقت ما جاتنا الحالة. أي إذا خلي الحكم هو ما هو مسؤوليته إنه إحنا نشوف الحالة ولا نشوفها، لكنه كان نعم. عدنان شو المشكلة؟ أنت الآن ركزت على إنه حكم عربي في الدور نصف النهائي، مباراتين نصف النهائي للاتحاد في جدة وفي كوريا، شو المشكلة إنه عربي؟ العربي لا، أول شيء إنك أنت بتمارس عليه ضغوط نفسية أكثر من اللازم عشان إنه يظهر قدام الفريق الآخر أو قدامنا إنه هو محايد، هذه واحدة. ثاني حاجة يعني ما بقي إلا هم ذول اللي اختاروهم، طيب ليه ما اخترت اللي زي ما تفضل الكابتن نايف، يعني أوزبكي الأوزبكي سيقود المباراة النهائية، رفشان سيقود المباراة النهائية ومحددة مسبقا. مرحبا، بس انا بقول لك انه يعني شوف 10 دقائق، اول شيء هناك الدقيقه الاولى وهنا 10 دقائق، يعني المؤامره باينه انها هي يعني هي ضد، مو ترى ضد نادي الاتحاد، ترى ضد الكره السعوديه. طيب عدنان، انا بقول عدنان لك اللي عفواً حصل عفواً ما هي مرتبه. عفوا نعم. مؤامره من نعم. من عطني اطراف المؤامره. اطراف المؤامره لا، لجنه الحكام. ليش مصلحتها انها تبعد الاتحاد؟ لانه لو وصل الاتحاد للنهائي الاتحاد حيحصل عليه. طيب مو انت وصلتوا النهائي في 2009 وما حصلتوا فين؟ مش بالضروره يعني. لا لا، في جده غير، في جده غير، يعني اتحاد وصل الاتحاد للنهائي، يعني انا 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 بقول لك هذا الكلام لانه الوقائع هم اعطوا لنا، هي الاثباتات هم اعطوا لنا، انا ما اقول لك الفريق الاتحادي، شوف انتقدت انتقاد شديد اللهجه الاسبوع اللي فات. نعم نعم. ما احنا نقول الفريق هذا، في اسباب اداريه، في اسباب فنيه، في اسباب لها علاقه بلجنه ما هيئت نعم. السبل للاتحاد انه هو هذا، هذه كلها عندنا الاسباب موجوده، لكن جميل. انا بقول لك انه الاتحاد للاسف الشديد يعني كل الاوضاع اللي حصلت تدل على انه يعني اختيارك لحكمين عربيين يدل على انه في الامر شيء ما. طيب عدنان، يعني خلينا اقول لك ما فهمته انا من حديثك، مباراه نهائيه ستقام اما في جده على ارض الاتحاد اذا فاز الاتحاد، او في كوريا على ارض جيومبوك. اذا لعبت في جده المستفيد الاتحاد، اذا لعبت في كوريا المستفيد اما ان يكون جيومبوك او سامسونج، لكن سامسونج خرج. اذا معنى ذلك بان المؤامره من جيومبوك الكوري السد خارج الموضوع، السد القطري لا يهمها اني اين يلعب لانه خارج ارضه على العموم. انا ما بقول لك انه نفس الفريق، بس انا اقول لك اللجنه انا اشك في 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 يعني اشك انه لها يعني في شكوك هم اثروها وراء اختيارهم الحكمين هذا، وقرارات التحكيم اعطت هذا الانطباع. وانا عندي هذا الانطباع صدقني من 3 أشهر من شهر رجب، وكتبته لانه المجريات اللي حاصله بالنسبه للاتحاد الاسيوي ضد الكره السعوديه اعطتني هذا الانطباع، وجاءوا هم اكدوه بصرف النظر الاتحاد طيب. مستوى كان جيد مو جيد هذا شيء ثاني. طيب وأنا أنت تعرف بالنسبة للفريق عدنان، أنت تعرف الحكم اللبناني اليوم تابعته على المستوى الآسيوي، عندك متابعة له أو يعني صورة سابقة عنه؟ والله ما يعني الذاكرة ما تقدر يعني تقدر تقول لي إني أنا أقدر أقول لك هذا، لكن ربما يعني إذا أنتوا استطعتوا تبحثوا ولا شيء ممكن تكشفوا. طبعاً إحنا قدمنا له البارح تقرير قبل المباراة والقرارات التي كانت جدلية حولها. الآن بالنسبة لنا يعني وبالنسبة لجمهور الاتحاد لنا كمتابعين،
كل الكلام اللي تقوله الآن أنت هو كلام يعني إنشائي لن يتعدى حدود أذان مستمعين ومشاهدين، لكن هل ترى بأنه يجب على الإدارة الاتحادية يفترض بها أن تقدم تحرك على الأرض أمام المستوى التحكيمي إذا سلمنا بما تقول أنت؟ طبعا والله أنا كنت أتمنى أنه يصير تحرك قبل هذه المباراة وقبل المباراة اللي فاتت، لكن الآن التحرك يعني إيش حيصير؟ ما سبق أنه في المنتخب السعودي تعرض، وتتذكر الحديث اللي قاله الأمير سلطان واعتبروها أنه يعني نحن ندخل في الضمائر وفي الجوانب هذه، لكن هذا اللي حصل. الآن الاتحاد خرج من البطولة، قابل للتصحيح في 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 جوانب إن شاء الله، يمكن إلغاء عقد المدرب واحد، لكن أعتقد يحتاج الاتحاد تصحيح في جوانب كثيرة يعني. عدنان، ما تلاحظ أنك تهيج الجماهير بأنك تذهب إلى التحكيم في المباراتين ولا تتحدث عن أي شيء إداري أو فني أخطاء من هالنوع؟ ما أنا قلت لك إنه في أخطاء، وفي نفس الوقت ترى أنا ما يعني أنا شايف من من المباراة اللي فاتت الحكم البحريني يعني سبب في توتر اللعيبة، وفي نفس الوقت ظهورهم بهذا، لكن ما تكلمنا إعلاميا ولا جبنا سيرة التحكيم نهائيا حتى لا يكون في عذر للعيبة إنه الإعلام كان سبب في إنه اعطى عذر للاعبين في انهم هم جميل يكون السبب في اللي حصل اليوم. جميل. لكن بالنسبه للجوانب الفنيه انا اتفق انه في احتياج على مستوى التدريبي على مستوى الفني، بالنسبه لي حتى انا اعتقد انه في حاجه الى ضخ دماء جديده سواء مساعدين. جميل. سواء بالنسبه للفريق اللاعبين، وهذا انا اتمنى انه تتشكل لجنه بوجود المهندس حاتم باعشن والدكتور توفيق رحيمي مع أحد من أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد لاختيار وضع جديد مختلف تماما عن الفترة السابقة، إذا يبغوا نقلة نوعية. حلو. فعلا للفريق الاتحادي. حلو، جميل، شكرا، شكرا جزيلا عدنان جستنية الزميل الصحفي الكاتب الصحفي الرياضي، هو أيضا عضو شرف في نادي الاتحاد الذي خرج للتو من الدور نصف النهائي الآسيوي. شكرا جزيلا عدنان. النهائي التاسع بعد تغيير مسمى البطولة هو القادم بعد تغيير مسماها ونظامها. خالد الغامدي يفتش في تاريخ النهائيات السابقة. 9 دول رفعت أعلامها من خلال أنديتها في المباراة النهائية لدور أبطال آسيا في المسمى والنظام الجديد الذي انطلق عام 2003. الأندية الكورية الجنوبية هي الأكثر وصولاً إلى المباراة النهائية من البطولة القارية بواقع 5 مرات، حققت خلالها اللقب 3 مرات عن طريق تشومبوك عام 2006، أبو هانغ عام 2009، وسيونغنام عام 2010، إضافة إلى اللقب الرابع الذي قد ينضم إلى الحصيلة في حال فوز تشومبوك بالنسخة الحالية. اتحاد جدة هو النادي السعودي الوحيد الذي رفع راية بلاده في المباراة النهائية 3 مرات، حقق خلالها البطولة 2 مرات متتاليتين عام 2004 و2005، وخسرها 1 مرة عام 2009. الأندية اليابانية والإماراتية والإيرانية تتشارك العدد نفسه من الوصول بمجموع 2 لكل منهما، مع أفضلية يابانية أكيدة بعدما حققت اللقب في كلتا المرتين التي وصلت فيها للنهائي بواسطة أوراوا دايموندز في 2007 وغامبا أوساكا في 2008. الإمارات حضرت عن طريق العين الذي حقق لقب النسخة الأولى في عام 2003 وخسر نهائيا آخر في عام 2005، بينما أخفقت الأندية الإيرانية في ضم كأس البطولة إلى خزائنها رغم وصول فرقها إلى النهائي 2 مرات، سيباهان 2007 وذوباهان 2010. تايلاند وسوريا وأستراليا بلاد حضرت في النهائي 1 بلا تتويج، حيث خسر تيرو ساسان التايلندي في 2003 والكرام السوري في 2006 وأديليد يونايتد الأسترالي في 2008. وأخيرا انضمت قطر إلى ركب الدول المتواجدة في المباراة النهائية، فهل تسجل نفسها كإحدى الدول التي استقبلت الكأس الغالية من خلال ممثلها السد؟ أم تحافظ أندية كوريا الجنوبية على بطولتها المفضلة للعام 3 على التوالي؟ خالد الغامدي، العربية.
أذكر بأن هذا التقرير فقط للبطولة ونظامها الجديد، لكن أيضا السد كان قد فاز بهذه البطولة أبطال الدوري على العام 89، وهو أول نادي عربي آسيوي يفوز بدوري أبطال آسيا. مبروك للسد هذا الوصول، ويكررون الإنجاز إن شاء الله عيال الذيب. وقفة قصيرة نعود معكم لنتابع في المرمى وفي كيف خسر الاتحاد وما هي أخطاء ديمتري الكويتي. جاسم هويدي يعلق. أهلا بكم من جديد. اتحاد جدة إذن خيب الأمل، خسر للمرة الثانية على التوالي وغادر آسيا. كيف جرت المباراة الصدمة؟ لطفي الزعبي. محمد نور، مبروك زايد حمد المنتشري. بقية الاتحاديين جاءوا من جدة إلى استاد جونجو كأس العالم لرد الاعتبار لخسارة الذهاب بثلاثة أهداف لهدفين. ركلة حرة كورية من البداية وصلت الجزاء شكلت تهديدا، لكن مبروك زايد كان متيقظا. بدا القلق واضحا على مدرب الاتحاد ديمتري الذي راقب أداء ناضجا للكوريين يميل للعب الرجلي مع كثير من الثقة والاستعراض، لكن في كل مرة يتدخل القدر لينقذ مرمى الاتحاد. من دون مقدمات أشهر الحكم بطاقة حمراء بوجه نايف هزازي. تفاجأ بالقرار، اعترض نور الذي كان يقف على يسار الحكم. تدخل باولو جورج وكاريري. ظهر قائد جون بوك ساقطا على الأرض. فجأة اشتباك عنيف بين نايف هزازي ومحمد نور. تدخل سعود كاريري، قاد هزازي بقوة لإبعاده مع أسامة المولد. انهار نايف باكيا، لم يستوعب الموقف. طرد هزازي، سقط الاتحاد، يبدو أن المباراة انتهت محسومة لجومبوك. انتعش جومبوك، ارتفعت معنوياته على أرضه والاتحاد بعشرة لاعبين. هاجم الكوريون، إيثيو أوليفيرا استلم كرة، قاتل، حاول أسامة يساوي لكنه وضعها على يسار حارس الاتحاد مبروك زايد. تقدم جومبوك بهدف. رقصة الانتصار عنوان عبر من خلاله عن فرح نصر. أتذكرون في الذهاب أول دقيقة دخل في الاتحاد هدف من ركنية، اليوم كان الثاني من ركنية، لم يتعلموا درسا. تجاوزت الكرة خط المرمى لكنها لم تحتسب، سجلها جونغ سونغ هون. عشر دقائق مضت على الهدف الملغي، كان إنه ينفذ ركلة ركنية، إنه متخصص بالتسجيل من مباشرة. رغم صعوبة التنفيذ نفذ للمرة الثانية وسجل بمرمى الاتحاد هدفا ثانيا لجومبوك. الفريق الكوري يتقدم على أرضه بهدفين دون رد. قاد محمد نور هجمة اتحادية طويلة للجهة اليمنى، عرضية أمام المرمى، كان نور هناك، شاء القدر أن لا يسجل ويفرح الاتحاديين. استمر جون بوك في ضغطه، ركنية أبعدها الدفاع، وجدت قدما كالصاروخ كادت تحطم القائم الأيسر لمرمى مبروك زايد. الشوط الأول ظل كوريا بهدفين دون رد. إلى الشوط الثاني، هل يتعلمون درسا ويفعلون شيئا في الثاني؟ تابعوا معنا. استمر الكوريون يرقصون ويهللون ويستعرضون، كيف لا فهم متقدمون. تحرك الاتحاديون وهددوا بعض الوقت لكن لم يكن ذلك مقنعا. إذا تحرك نور تحرك الاتحاد. مرر بينية نحو ويندي المندفع من الخلف، دكها الأخير بمرمى جومبوك هدفا للاتحاد. هذه بتلك. الحكم هنا طرد لوفريك، احتك مع الراشد فحصل على صفراء، دخل في نقاش مع الحكم المساعد فاحمرت الصفراء وخرج من الملعب مطرودا. الاتحاد عشرة لاعبين، جومبوك عشرة لاعبين. استمر الاتحاد يقاتل بجهد دون جد، فيما سلاسة مهارة جومبوك وفنياته ولياقته قادته للفوز بهدفين مقابل هدف. خيبة أمل الكرة السعودية، بدأها المنتخب في تصفيات آسيا هذا العام وأنهى اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا بخروجه من نصف النهائي. لطفي الزعبي، العربية. ويلتحق بي الآن في الاستوديو كابتن جاسم الهويدي اللاعب الكويتي السابق. حرصنا أن يكون المحلل الفني لهذه المباراة من خارج السعودية، بالذات السعودي ما يقتنعون برأي سعودي رياضيين السعوديين ابدا. حياك الله جاسم. الله يحييك، اشتقنا لك. اشتقت لك. العافيه جاسم. تابعت المباراه، تابعت الاتحاد. اول شيء بالتالي بسم الله الرحمن الرحيم، اقدم التعازي امانه للشعب السعودي والى مليكا وحكومه على المغفور له باذن الله تعالى الامير سلطان بن عبد العزيز ال سعود ولي عهده رحمه الله، ونسال الله أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان إن شاء الله. خير، شكرا على التعزية. يمكن يعني أمانة اليوم الاتحاد السعودي لعب أمام فريقين، أمانة فريق يعني جنبك الكوري وأيضا الحكم بعد لبناني. أنت يا جاسم حين جايبين تقول محايد يعني. لا أنا أتكلم من اللي شفته أمانة يعني
وبالتالي يعني لا نقلل شأن الفريق الكوري، يبقى الفريق الكوري لعب اليوم بشكل منظم، بشكل يعني استحوذ على أغلب فترات المباراة، عنده مدرب محنك قدر أن اللاعبين يقلقون المساحات داخل الملعب، عنده مفاتيح لعب، قدر أن يعتمد على الكرات الطويلة يعني من الخلف، خلينا نقول من كابتن الفريق إلى الناحية اليمين على إينو، وأيضا من ناحية الشمال على نويس الركا، وقدروا أن يصلون ويهددون المرمى أكثر من 4 فرص تقريبا، سجلوا منها 2 محققين، زائد أن مقابل الاتحاد السعودي اللي إحنا قاعد يعني أنا قاعد أشوفه أنه بعيد دائما يعني بعيد خاصة بهذه المباراة عن مستوى، بظل الأحداث اللي صارت، بظل الطرد اللي صار، يبقى الاتحاد السعودي دخل بمرمى بمباراتين، يعني أنت قاعد تتكلم على 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 5 أهداف منها 4 أهداف كرات عرضية وكرات ثابتة، واعتقد انه ما قدر يستفيد من المباراه الاولى اللي حصلت بجده، 3 أهداف من كرات عرضيه وكرات ثابته. اليوم الهدف الثاني اللي ايضا الجنب الكوري هدف ايضا من كره ثابته من كورنر، وسجل ايضا الهدف الرابع. يبقى ان هناك في عيب وخلل بالخط الدفاعي للاتحاد السعودي، ولكن انا اقول اليوم ان كان هناك افساد لهذه المباراه، الكرت الحمر اللي انت قاعد تشوفه قدامك بتال، اعتقد هذا من افسد المباراه امام هذا منعطف حقيقي 100%. بالتالي اليوم انت بتظل انت تبعت يعني، واحنا كنا على الهواء تبعت عدنان جستني زميل عدنان بالضبط، قال مؤامره. انا يمكن بصلحها للاخ عدنان، يعني هي مش مؤامره، هي اين الاتحاد او اين الاتحاد الاسيوي باختياره او المعايير للحكم. جاسم شلون تحكم على لقطه هزازي بانه ما يستحق الطرد، واللقطه اللي بعد ضرب الكوري لهزازي مش باينه اصلا؟ بالضبط هني زائد نحكم؟ يعني احنا اليوم كيف انت ليش تقول الحين قرار خطا؟ احنا ما شفناه. انا اقول لك ليش قرار خطا، اللي شفناه احنا قدام التلفزيون، احنا شفنا اعتراض اللاعب الكوري ورجعته للخلف على هزازي. زائد اليوم انت الحكم خاصه بالادوار النهائيه، اعتراض ولا ضرب بالكوع؟ لا خلينا نقول رد الزملاء نشوفها، هي فيها رده قويه للاعب الكوري على هزازي. انا اقول يعني بوجهه نظر متواضعه بالتالي، يعني اليوم نفس المباريات هذه خاصه بالدول 4 الكرت الاحمر عزيز جدا، يعني ما يطلع الكرت الاحمر الا لمن يستحقه. اليوم انا اعتقد هزازي ظلم كبير ايضا، يعني مو بس هزازي ظلم ايضا فريق الاتحاد السعودي، غير مجرى المباراه اكيد. يعني اليوم انت كان الاتحاد السعودي محتاج الى 2، انت اليوم قاعد تلعب في معطيات كثيره ضد الجمهور وضد الارض وضد النتيجه المباراه اللي تهلك، يعني لابد ان تسجل 2 على اساس انك انت تواصل للمباراه النهائيه. يطرد عندك لاعب، انا اعتقد يعني الله يعين ديمثري امانه لنفس هذا الوضع، لان لو اكبر مدربين العالم يقعون نفسه بهذا الوضع، انا اعتقد راح يكون هم راح يفشلون ويسقطون. كان فنيا جيد ولا متواضع قبل الطرد؟ خلينا اقول مع انه فتره قصيره 10 دقائق ما تقدر 12 دقيقه بالتالي، يعني انت ما تقدر تحكم على الفريق الاتحادي، ولكن انا اعتقد لو كان الاتحادي بالفريق وكامل العدد، اعتقد راح يقدم افضل من هذه، يعني بظل نقص العددي الشوط الثاني الاتحادي. شو لحظاتك على الحكم اللبناني انت قاعد تتكلم؟ يعني الحكم اللبناني يمكن هيئته وجسمه يبين لك ان الحكم مش فت، يعني مكرش، في حكم مكرش يحكم، ما يصير في حكم، فيه الحكم ما في مشكله، لا يعني بس لا انت شوف وضع الحكم امانه، مو وضع يعني تشوف حكام في انسيابيه بالجسم رشيق لياقيا الحكم، يعني انا اعتقد بوجهه نظري مو لدور الاربعه، يعني مو هذا الحكم اللي يكون لدور الاربعه. يعني انت اليوم لابد، انا قلت لك بتر وارجع اكرر لك، الكرت الاحمر خاصه بالادوار النهائيه قبل النهائيه ما يطلع الا لعلقوتهم. محمد انا اعرف انه انت في الكويت تابع الدوري السعودي بشكل ممتاز جدا، يعني مبارياتها وخاصه الفرق الكبيره في السعوديه دائما يقولون الاتحاد فرقه شاخت كويس، انه هذه فرقه كبرت ولا بد انها تشبب تجدد. شوف رايك انت بتال طبيعي، يعني انت اليوم لابد انه يجي فتره لكل فريق انه يجدد عناصره. اليوم احنا ندري صحيح من فتره طويله نفس الاسامي الموجودين بالاتحاد السعودي هم قاعد يلعبون كل بطوله، مع ان احنا كنا قاعد نشوف بالمنتخب مثلا الرديف وبعض الشباب اللي طالعين، يعني امثال العسيري، امثال الخضري، امثال حسان، يعني من هذول اللاعبين انا اعتقد لابد انه ايضا الاداره الاتحاديه سواء الاداره القائمه على الاتحاد الكره او اتحاد الكره الاتحاد او اداره الفريق نفسها انها تعي ان تزج ببعض اللاعبين العناصر هذه، لان هم المستقبل. اليوم احنا يعني هو جاسم بس الاضافه، منتخب بي اللي شارك في دوري الخليج في 7 من الاتحاد ما يلعبون اساسيين في الفريق الاول، منتخب السعودي الشاب اللي راح لكولومبيا في 5 او 6
ايضا ما يشاركون في الفريق الاول، كلهم يشاركون في دوري الشباب يعني حتى الان. يعني هذه انا اعتقد علامه استفهام كبيره واضحه، لابد انه يعي الجهاز الفني والجهاز الاداري اللي على الفريق انه يعطي فرصه لهذه. فهد العنزي مواطنك، كيف شفته؟ انت لعبت في الدوري السعودي بالضبط. فهد الان قد المسؤوليه يحمل لواء الكره الكويتيه في الدوري السعودي الساخن، خلينا نقول. شوف بتال، معلش انا بقول حق يعني فهد، يعني اليوم فهد ما يعني خلينا نقول ما للآن ما أعطى هذا فهد العنزي اللي إحنا نعرفه سواء بالكويت أو مع المنتخب الكويتي. نعم. يعني فهد خامة جيدة، لاعب جيد، ولكن أنا أقول كنصيحة ورسالة، اليوم أنت تلعب بالدوري السعودي، الدوري السعودي يختلف تماماً عن الدوري الكويتي، في هناك متابعين، في هناك جمهور واعي ومثقف وأيضاً يعني ينطل عليك، مثلاً إذا ما قدمت مباراة ينطل عليك إن تعالي حاسبك، عندك صحافة تقتل. أمانة اليوم إذا أنت ما تقدم مباراة أو تتراخب مباراة، أنا أعتقد اليوم أنت تحط أمام الشارع السعودي بالمجهر بالخط العريض دربالك يا فهد. أنا أقول لك رسالة، ما عجبك الآن فهد؟ فهد أنا ودي أوصل رسالة، اليوم لما أنت تكون جاهز أطلب أنك تكون جاهز. في إنجاز ديمتري ممكن يقال، الأخبار حتى الآن رائجة، أقيل لم يقال، إيش رأيك أنت؟ أنا أعتقد يعني ديمتري مدرب عالي بالمستوى، مع إقالته أو لا؟ لا أنا أختلف مع إقالته، اليوم خسر هو، مو نهاية المطاف، إذا كل مدرب يخسر يقال، على خير روح حق السير، خسر ستة بطرد واحد من اللاعبين، خسر ستة من السيتي. نعم، قبل فينجر ثمانية. المفروض بالضبط، المفروض يطلع يقيلونه، فهذا هذا 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 منطق بكرة القدم مرفوض تماماً، لابد أن المدرب يعطي فرصة أكثر، وخاصة بظل الظروف اللي صارت اليوم، أنا أعتقد أن أكبر مدربين العالم ما راح يقدر يسوي أي شيء أمام الطرد اللي حصل بأول. شكراً لحضورك لهذه الآراء كابتن جاسم هويدي، الدولي السابق في المنتخب الكويتي، واللاعب الذي أيضا شارك في الدوري السعودي، لن تنسى الكرة السعودية لأن سجل هدف يحتاج أن يبقى 100 عام حتى يحطم مرة أخرى. وقفة قصيرة نعود معكم لنتابع في المرمى، وهذه المرة في قرارات اللبناني حتى تثير جدلا، ودولي سابق يقيم قراراته. أهلا بكم من جديد. قبل أن نذهب إلى الحكم اللبناني حداد، نقول بأن فرانك ريكارد مدرب المنتخب السعودي أعلن قبل قليل قائمته لمعسكره المقبل أمام تايلاند. القائمة ضمت 26 لاعبين اختارهم المدرب لدخول المعسكر الإعدادي. أبرز الأسماء التي ضمت أو للمرة الأولى عبد الله الأسطى من الشباب وأحمد الكسار من الرائد. أيضا شهدت القائمة عودة إبراهيم غالب من النصر، وأيضا عودة نواف العابد الذي كان مصابا في المباراة الماضية. بقية الأسماء هي نفسها، لم يتم تغيير أي أحد. أيضا ياسر المسيليم حارس الأهلي عاد مع استبعاد حسين شيعان لاعب أو حارس الشباب. بالتوفيق للأخضر السعودي في مشواره المقبل. أعود إلى موضوعنا الرئيسي، حيث أثارت قرارات الحكم اللبناني أندري حداد الذي أدار مباراة جنبك واتحاد جدة أثارت جدلا كبيرا بعد طرده للاعب نايف هزازي وإلغائه لحكم للفريق، إلغائه لهدف للفريق الكوري. ينضم إلينا الآن في الاستوديو الحكم الدولي السابق خالد الدوخي، الآن هو محاضر في الاتحاد الآسيوي، محاضر في قانون كرة القدم. أهلا بك كابتن. مرحبا. نشاهد اللقطة الأولى كابتن، هي اللقطة المثيرة، طرد نايف هزازي في هذه اللقطة من بدايتها، هنا بعد الكرة ومن ثم احتكاك. علق عليها كابتن. اعتقد ارتدت الكرة، واعتقد يمكن هذه من الحالات الرئيسية في المباراة. نعم. نشوف نحن حتى في خطأ بدر أول شيء من اللاعب الكوري، هو اعتقد هنا الخطأ، هذا الخطأ واضح وضوح، يعني واضح كلير. اعتقد شو يسمى هذا الخطأ؟ هذا هو يعتبر اعتراض ومهاجمة الخصم. ضرب ولا اعتراض؟ الحين شوف الضرب هنا لازم نقدر حجم المخالفة نفسها، هل تندرج تحت الإهمال أو التهور أو الاستخدام القوة الزايدة؟ أنت وش تقديرك؟ أنا تقديري أنها تحت التهور، ما راحت لاستخدام القوة الزايدة. إيش تستحق؟ تستحق انذار في هذه اللعبة، لكن هنا نحن شفنا الحكم لم يتخذ قرار فني وهو الركله الحره المباشره لصالح الفريق السعودي. لكن تتكلم كابتن عن قرار سريع عشان يوقف رده فعل نايف. ايوه، هنا لابد ان الحكم يكون عنده حسن تصرف. في خطا صار قدامه، اعتقد المفروض كان يعلن عن قرار
على اساس ما تكون في هناك ردود افعال خصوصا من اللاعبين، خصوصا في احتكاك مش على الكره، شوف الكره وين راحت وشوف اللاعب الكوري كيف بدر من الخطا. فانا اعتقد كان الاولى انه يبادر بصافره ويعلن عن ايقاف اللعب ومن ثم يندر اللاعب الكوري، لكن شفنا نحن هناك بطاقه حمراء، واعتقد ان هناك يمكن بدر سلوك مشين من اللاعب السعودي هو نايف هزازي، لكن مش واضح في الكاميرا او مش واضح في التلفزيون، ما نقدر نعطي قرار في هذه الحاله، وهذا القرار راجع لحكم المباراه. قرار البطاقه الحمراء صحيح او غير صحيح؟ ما دام مش موجوده في الفيديو او في الحاله انا صعب ان اعطي فيها. تصرف الحكم في اللقطه الاولى صحيح او غير صحيح؟ كان المفروض يعلن عن خطا لصالح الفريق السعودي. لو اعلن عن خطا ممكن يلغي ما ياتي بعد ذلك؟ والله ممكن، يعني الى نسبه كبيره انه يحاول. جميل. انه يمتص ردود الافعال. خلينا نشوف اللقطه الجايه اللي بعدها، هدف للفريق الكوري، الفريق الكوري او كرت احمر اخر، المباراه كان فيها كرت احمر في النهايه. كابتن خالد، اعتقد فيه هنا كرت احمر، لكن خلينا نشوف اللقطه موجوده. نعم. وواضحه كانت قريبه من الحكم المساعد الثاني، نشوف الحاله مع بعض. على اعتقد انه كان فيها خطا لصالح الفريق الكوري على لاعب الاتحادي. طيب ايش فيها كابتن الى الان؟ ايش لين الحين؟ شوف لين الحين واضح ان في احتكاكات طبيعيه عاديه، بس انا اعتقد يمكن الحكم المساعد شاف شيء حصل في الاسفل، يمكن مو واضح في الكاميرا. بس انا اقول بعد ارد على موضوع، احنا شايفين كل الايدين الاربع شايفين، ما في شيء راح الاسفل. انا اعتقد ان المباراه في هذا المستوى خصوصا قبل النهائي كان يكون مفروض فيه يكون حسن تصرف حتى من الحكم المساعد ومن الحكم المباراه. على طول المفروض الحكم يشوف في احتكاك بين اللاعبين، على طول انا بجري. طيب. واحاول ان احد من هذا ايضا نفس القرار. خلينا نشوف الخطا اللي بعدها. اعتقد كان فيه هنا الخطا اللي بعدها، هدف للفريق الكوري الغاه. ليش؟ هدف يبدو صحيح كابتن. والله أنا شفت أكثر من مرة، أعتقد أن الهدف قرار الحكم صحيح بإلغاء الهدف، لأن أنا أشوف في دفع أو في قفز من قبل اللاعب الكوري على مدافع اللاعب أو مدافع الفريق السعودي، نشوفه واضح. جميل. حتى في الإيد موجودة، وأعتقد أن إلغاء الهدف صحيح وركلة حرة مباشرة صارت. بشكل عام جاسم هو يتكلم على شكل الحكم، شكله غير طبيعي. لا حكم جسمه اتكلم، مدام حكم يوصل العفو، مدام يعني حكم يوصل لهالمرحلة اكيد ثاني. اتكلم عن جسم حكم، يمكن هو يحتاج نوعا ما. إيه؟ يحتاج الى طيب جاسم جالس هناك، قل له بعد المباراة لا يتكلم على وزن الحكام. لا شكرا كابتن خالد الدوخي لحضورك لآرائك. الله يسلمك. تتواصل الجمعة المقبل مباراة الدوري السعودي بإقامة الجولة 17، يلاقي التعاون في الرياض، يلعب الاتفاق مع الفتح في الدمام بينما يلعب الرائد وهجر في بريدة. نشير إلى أن مباراتين في هذه الجولة تأجلتا بسبب حجوزات الطيران. الاتحاد لا يتعلم من أخطائه ويضع نفسه في موقف محرج متكرر آسيويا في الأعوام الأخيرة، في كل مرة يخرج أحدهم يعتذر ولسان حال الجمهور يقول ما أبي أسمع اعتذارات. لقطة ختام وألقاكم. ما أبي أسمع رجاوي، ما أبي أسمع حلو، كل عاشق يخطي مرة وانت تخطي بالقلوب. ما أبي أسمع رجاوي، ما أبي أسمع حلو، كل عاشق يخطي مرة وانت تخطي بالقلوب. ما على مثلك حسوب، ما على مثلك حسوب.